السلام عليكم، مرحبا بكم قناة فرح بلوك. اليوم غادي نشارك معكم الجزء الثاني في تحضير الكاتو ديال 3 طبقات، مي هاد المرة غادي نزيدو فيه الطبقة ديال الكروستيون. كيف كتشوفوا معايا هنا، فهنا حضرت البخاليني وغادي نضيف له الفويتين، ومن بعد غادي نضيف له الشكلاط دايب حتى هو، وغادي نخلط العناصر مع بعضياتهم وغنديرهم كطبقة ثانية اللي غادي تجي فوق الجينواز. فبالنسبه للجينواز والكريمه غادي نحط لكم في صندوق الوصف اللين ديال الجزء الاول، الكاطو الاول اللي سبق هذا، باش تعرفوا على المقادير. فبالنسبه لهذا الكاطو، الاختلاف اللي كاين بينه وبين الاول هو هاد الطبقه ديال الكروستيون اللي كنت ضفت، اضافه للطريقه ديال التزيين ديالو، لان كنت صايبته بمناسبه عيد ميلاد ديال ابن الخاله ديالي، فكان احتفلنا به. صراحه طلع زوين وكان المذاق ديالو لذيذ وكل شيء عجبو. كنتمنى انكم حتى نتوما تجربوه انه ينال الاعجاب ديالكم. فهو ساهل كيف كتشوفوا معايا، وكيجي بنين وما كياخذش بزاف ديال الوقت، والطريقه ديالو اي واحد ممكن، يعني اي وحده ممكن تصايبو، ماشي ضروري تكون كتعرف الحلويات ولا شي حاجه. المبتدئات ولا شي وحده اللي ما عمرها ما صايبات كاع الكاطو راه ممكن تصايبو وغادي ينجح ليها، تكون اكيده من هاد الحاجه هذه. فنخليكم دابا باش تشوفوا معايا المراحل ديال الكاطو. اما بالنسبه للكريمه فمن الافضل اننا نديروها في بوش وندورها فوق الكاطو ومن بعد نسرحوها بستاتولا. انا هنا للاسف ما استعملتش البوش، كنت زربانه فحطيت الكريمه مباشره على الكاطو، فاخذت واحد شويه ديال الوقت باش تسرح، ماشي بحال الا كان البوش كتجي الخدمه اسرع. وهنا غادي نضيف الطبقه ديال الكناش اللي كنت استعملت فيها 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء،
55% و 60 غرام ديال الزبده ونص كاس ديال الحليب. فكندير الحليب على نار دافيه وكنزيد عليه الزبده حتى تيذوب. من بعد كنزيد عليه القطع ديال الشوكولات وكنبقى كنحرك حتى تنحصل على خليط فهاد الشكل هذا كيف شفتوه معايا. وكنضيفو كطبقه ثالثه فوق الطبقه ديال الكريمه والكروستيون. وكيف كتشوفوا معايا باش نعرف بلي القناش ديالي راه ناجح، فكتيكون كبحال الشكل ديال المرايا، يعني ملي كنطول فيه كنقدر نشوف فيه وجهي. فكيف كتشوفوا معايا هنا هو كيبان التليفون يدي وانا كنصور، فهو قناش ناجح 100%. الطريقه ديالو سهله وبسيطه، هذه الطريقه الاولى. وكاينه الطريقه الثانيه الا ما توفرش عندكم الزبده والحليب وكانت عندكم الكريمه، فممكن انكم تديروا كاس ديال الكريمه كبير وتضيفوا ليه 100 غرام ديال الشوكولات الاسود. فبالنسبة للتزيين كيف كتشوفوا معايا هو بسيط، اختاريت انني ندورها بواحد طبقة ديال الكريمة على شكل تكريش، تقدروا تخليوها هكاك ولا تقدروا تضيفوا واحد يعني بحال سياج ديال الشوكولات. كيف كتشوفوا معايا بسيط وسهل، كتذوبوا الشوكولات وكديروه فوق بابي كويسون على شكل خطوط ولا دوائر شكل اللي بغيتو، كتخليوه كيبرد ومن بعد كتهزوه وكتلصقوه هنايا. وبالنسبة لهذوك الدوائر اللي درت تما فاستعملت فيهم واحد الطابع على شكل بحال دوارة مكرشة شي شوية، كديروه في الملمع ومن بعد كطبعوه فوق هذاك القناش منين كيكون برد. فهذه الطريقة اللي اختاريت باش نزين بها الكاطو ديالي، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. وكيبقى تزين على حسب الذوق ديال كل واحد. كيف شفتو معايا فالمقادير بساط، طريقة سهلة وما كتاخدش بزاف ديال الوقت، والنتيجه كتجي غزاله وحتى المذاق رائع. فكنتمنى انكم تجربوها، وكنشكركم على المتابعه ديال الفيديو. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.